في ليلة مظلمة أضاءت الحرية سماءها، قررت الشقيقات الأربعة تنفيذ خطة الهرب من المنزل حتى وإن كانت الوجهة مجهولة. أختي الكبيرة لحقت 20 سنة حبس، 20 سنة غير الفم اللي يقول 20 سنة، من زادت أختي الصغيرة لحقت وين أنها فكرت، قالت يا هذا العام يا نخرج نعيش في الدنيا يا ننتحر وحدة من هذا الحلول. أختي كيف اللي كبار مني، احنا ما نكذبش عليك، وين زايدين نكبروا ونخموا في نفوسنا الوقتاش وحنا عايشين في ذا السجن. ذا السجن شي ما هو راح يتغير فيه، لازم نديروا حل لعمارنا. خططنا اننا نخرجوا، لازم نخرجوا، ما نقولش نهربوا، لازم نخرجوا نستعيدوا ما هو حقا لنا فقط. خططنا اننا نخرجوا خططنا لها بيامات من قبل، وفي يوم الخروج هذاك كانوا كما قالت اختي بابا وخويا كانوا عندهم هذاك السوق التجار تاع ثلاثة يروحوا ليه، حنا يشغل بقات هكا شويه هكا مهاوشات على المفتاح، لازم نحيو المفتاح باش نفتحوا الباب، الباب خبيسكم ديروا لوكادنا لازم نفتحوه باش نخرجوا، والمفتاح عندهم هما. ركبنا ديك الدقيقة كي خرجنا، روح خرجنا بالحفا، خرجنا شعورنا طايرين، لبسة ماشي كامل لبسة وقع، المهم ليسونسيال خرجنا نجرو. بعدها شدينا طوموبيل ركبنا لديك البلاصة واحدة، بلاصة واحدة خلافة كافي بوسعادة، ونقضينا النهار هذا كامل تما. ما تغدينا وحدة مخلوقة كثر خيرها وجزاها الله ألف خير، غداتنا مير مع الخلعة وقع منا ما جاستناش، خرجنا من عندها جوزنا ذاك النهار كامل برا في الواد. رحنا الواد قعدنا فيه ذاك الليل كامل، ومن بعدها رحنا لواحد البيت مخربة قعدنا فيها، والمطر يصب علينا ذاك النهار قعدنا فيها بيتين طول الليل تما، حتى نطلع علينا نهار شدينا البيس لي تروح للبرج. الهاربات من الظلم الباحثات عن الحرية توجهنا إلى مركز النساء المعنفات ببرج بوريريج. مركز دار الرحمة، احنا كنا ثم احنا ربعة، واحد العزوجة مقيمة معانا هذا ما كان، وكانت واحدة صح ما تحبناش تجر تلفينا تقولنا قابتكم ولايتكم ما كانش هكا. أول ما قامت به الشقيقات وبمجرد الخروج من المنزل هو التسجيل لمواصلة الدراسة من المرحلة الابتدائية، فحلمهن بالتعلم أكبر من أي شعور بالخجل. أنا كانت حقوقي أحلام، حقوقي كانت أحلام، كي نمتلك حقوقي تسوى الدنيا وما فيها، الأحلام ما كانتش عندها وجود. حلمي أنني نقرأ مثل أي طفلة، أنني تكون نتكون، لما قريتش ما عليش أني نتكون، ليسونسيال نكسب في ذي الدنيا، نكون إنسانة مهمة، إنسانة ماشي بلا نفعة، كي وجودي كألا وجودي، نكون إنسان وكي نرحل من ذي الدنيا نخلي أثر مورايا. فوالا حنايا ما هربناش، حنا خرجنا في سك، حنا كان عندنا بيت اننا نخرج ونحيا ونعيشوا في الدنيا، ما كانش البيت تاعنا انها عندي غايه هكا نروح انا ليها، حنا كان البيت تاعنا اننا سجناء نخرجوا نحياو، نخرجوا نخدموا، نخرجوا نتكونوا نديروا دبلومات، ونخرجوا نقراو ونعيشوا على رواحنا، ما كانش عندنا حتى بيت هكا ولا هكا. الحمد لله، ما شغل انا كي ننظر للحريه ننظر لها كلمه الحريه اني انا سجينه ومقيده، السجن انا سجينة حابة نعيش الحرية، مانيش انا حابة حاجة هاك والله هاك. الحمد لله جامي خرجنا، كي خرجنا منذ اللحظة اللي خرجنا فيها جامي رحنا لهاك والله هاك، الحمد لله عليك يا ربي.